المهاجمين والهدافين العرب. إسحاق 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 الله من مسارح البوندسليغا الكبرى بخبرته في أول لقطة له يسجل لفهود الغرافة. الفهود تتقدم في الثاني بجاسم 1-0 للغرافة، لكن شوف الإعادة، شوف ياسين إبراهيمي، إسحاق في أول لمسة، إسحاق في أول كرة، إسحاق الذي أسقط فيدريكو فرنانديز أرضا وأرسل هذه الكرة الصعبة، أرسل هذه الكرة الصعبة. الغرافة بدأت من جديد. الأحرق يمرر لإسحاق بالفضيل من سجل هدف المباراة الوحيد وهدف الفوز للفهود حتى الآن. بالفضل مؤيد، مؤيد يسدد كرة، الله، أي نهاية لهذه الكرة؟ ثبتها مؤيد حسن وثبت الفهود في المربع، ثبتها مؤيد وثبت فهود الغرافة في المربع للغرافة في هذه اللحظات. شوف إسحاق سجل الأول وصنع الثاني، لكن ثبتها مؤيد حسن ويثبت بذلك الغرافة، يثبت الفهود في المربع الذهبي بهذا الانتصار وبهذه التسديدة القوية والقوية جدا.